المشكلة الواحد ما بيقدر يعمل إشي. لما تكونوا بين أيدي أمينة وربنا يرزقكم بمكان وأشخاص عم يدرسوا كتير الشغلات اللي عم بيقدموها عشان يقدموا أفضل شيء لإلنا ولولادنا وللمجتمع ويفيدوهم، منصات بتقدم لنا كتير شغلات حلوة وكتير مواضيع مهمة لازم نتناقش فيها، ومش بس منعرض مشاكل، في منصات وهاشتاج منصات وهاشتاج شبكة منصات عم نعرض مشاكل وحلول من الجذور حتى نطلع بمجتمع وولاد وأشياء جميلة جداً تفيدنا وتفيدنا لقدام كمان. لهيك اعملوا على هاشتاج منصات، هاشتاج شبكة منصات، تابعوا كل جديد لإلهم. متابعيني جيش أمونو أسومو هدوش بتنقوتكم همتكم عشان نقدم المحتوى الهادف لنضيف اللي ببعد أي محتوى هابط، لأنه هاي رسالتنا في الدنيا، فنركز على أنفسنا ونشوف شو رسالة كل واحد ونستفيد من بعض لأنه إحنا أرزاق لبعض. شكر كبير للسيد صقر متعب الفايز والإعلامية الجميلة هاجر شاهين والمدير العام لمنصات أبو عمر، تحياتي لكم. إن شاء الله منقدم شغل كتير حلو، انتظرونا في أعمال كتير قوية وكتير مختلفة عن أي إشي قريباً جداً جداً. بحبكم، ثلاث خوات بالقربة، باي باي.